السلام عليكم متتبعي قناة توب اوف لوب باي اسيا. اليوم جيت نقدم لكم واحد الكيكات فرديين اللي كيجيو بنان وخفاف وحتى في المكونات اللبسات كيف ما كتشوفوا على بركة الله. عندنا هنايا كاس ديال العنبة ديال سميدة رقيقة الحلوة، عندنا كاس عنبة مع مرش ديال الزيت، وعندنا كاس ديال الحليب. ممكن نعوضوه بكاس تاع الليمون او لا، حتى الا ما كاش الليمون نديرو غير كاس تاع الماء دافي. وعندنا كاس مع مرش ديال السكر، السكر تيبقى حسب الذوق. عندنا ثلاثه البيضات كاملين، وعندنا واحد شويه ديال الخل تقريبا معلقه كبيره، وعندنا هنا جوج كيسان عنبه ديال الفرس، وعندنا واحد فاني وجوج ساشيات خمارات حمرين جوج. اذا على بركه الله غادي نبداو الطريقه. وهنا غادي نبداو ان شاء الله، غادي ناخذ البيض هو الاول وغادي نحاول نطرب مزيان. انا هنا خدمت غير هاد الطراب اليدوي، ممكن ديرو ديرو كاع في المولينكس في الطحانه اولا ديرو بالباتور ولا الميكسر. ندمج لينا سنيده مع البيض مع الفاني، كنزيد الزيت. خلطت وما بقاش كنحسوا بهذوك الحبيبات تاع السكر كيذوبوا لينا في هذاك الخليط. عاد كنزيدوا كاس الحليب مع التحريك ايضا. وكيف ما كتشوفوا هنا راه وجدت هاد القوالب تاع لي طاخت صغيورين، راه ديجا دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالسميده رقيقه الحلوه، هما اللي غادي نبدا نعمر بهم. كيف ما كتشوفوا القوام ديال الكيك ديالي اللي هو هذا، وغادي نبدا نعمر بشويه بشويه ونحاول ما نعمرهمش بزاف لان مازال كيطلعوا مع الفران. غادي نعاون بهاد السباتول.
اثناء انا رجعت الفران وعلى درجه 180 كنخليه يسخن وكيطيبوا عادي بالطريقه العاديه ديال الكيكه. كنشعلوا عليهم غير لتحت بين ما كيطيبوا صافي هما راه دغيا دغيا ما كياخذوش وقت طويل وكنخرجوهم. وهنا كيف ما كتشوفوا ها هما الكيكات ديالنا راه طاب وكيف ما كتشوفوا هكا كيجي القياس ديال الطياب ديالهم. هنا ممكن تسقيوهم غير بالسيرو ديال الليمون او لا اي حاجه عندكم تزينوا بها. انا هنا اختاريت غادي ندير اسهل حاجه اللي هي العسل، غندهنهم بالعسل وغادي ندير الكوك. هنا راه خليته صاين ما طحنتوش غليظ، دونك غادي ندير العسل وغادي نزين بالكوك ونتلاقاو ان شاء الله. وكانوا هادو هما الكيكات الفرديين ديالنا كيف ما قلت لكم كيجيو بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم ممكن تزينوهم بالسيرو ديال الليمون او لا تزينوهم باي حاجه كانت متوفره عندكم في البيت. كيف ما ممكن تزوقوهم من الفوق اما بكاوكاو محمر او لا تدهنوهم بالكونفيتور وتدردروا عليهم شي حاجه، اي حاجه كانت عندكم متواجده. انا هنا دهنتهم بالعسل ودرت فوق منهم الكوك. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقول للناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي مرحبا بكم، وكنقول للناس الاوفياء شكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى اللايكات وعلى التشجيع ديالكم ايضا. شكرا، كنضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو قادم باذن الله.